تاني حاجة نسافر، نبدأ بتركيا ولا فرنسا، إيطاليا ولندن ودبي. وثالث حاجة شوبينج. ياي سعادة والله، كان باقي لي بزاف ديال الوقت باش نحقق الحلم الأساسي هو أنني نرجع طبيبة إن شاء الله. هو واحد شيء ضروري في الحياة ديالنا، كاين اللي تشتغل كبير بالمبلغ كبير باش يحققه، وكاين اللي موصلوش للمستقبل وكيحلم أحلام خيالية. وللأسف كاين واحد الفئة اللي ما عندهاش أصلا أحلام. بالنسبة لي بزاف ديال الناس الحياة ما عندها حتى شي معنى إذا ما كانش عندك طموح، حيت ملي كتعمل الهدف حداك دائما كيكون عندك الأمل في التحقيق ديالو. كن متأكد كل ما اجتهدتي كل ما كتقوي القدرة ديالك وكتوصل ليها. اليوم بغيت نسول الناس على الطموحات ديالهم ويشاركوني أحلامهم. أجي معايا. الحلم ديالي أنا هو نربي ولادي بطريقة إسلامية، نجوجهم نديهم للدار ديالي، نعطيها لبرا إن شاء الله. هذا هو الحلم ديالي، ندير لافوني ديالي، ندير ولادي، ندير داري، ندير ونخرج من المغرب. شنو تفهم؟ نفتح مغازان دوبتيك، نفتح مغازان ديالي دوبتيك بويسك أنا ديبلومي. أهم حاجة هي نخرج من المغرب، مبقاش عايشة في المغرب. هذا الحلم هذا بالضبط؟ عادي، حين المغرب ما عطاني والو، ما نعطي والو حتى أنا. ما نعطيه والو. بيان سو ما نعطي والو، واحد هو اللي يكون أناني. حسومة عليكم، والله إلا حسومة. ما عرفتش شنو كنحلم الصراحة. بلاتي خليني نفكر شنو الصراحة، دابا ما كنحلم حتى شي حاجة. ما كتحلمي بيه؟ كنحلم نرياليزي داكشي اللي كنحلم به. الحلم ديال المغرب، المغربي كيف ما كان النوع ديالو هو يلقى شي خدمه بحال دابا هكا مزيانه، وكما قلتي يستقر شي دار شي مراه يعيش حياته. هذا حلم المغربي، حلم المغربي. وما هادشي في دول اوروبا بحال دابا هذا حقك، ماشي فهمتي كيفاش. الحلم ديالي نخدم، نكمل قرايتي ونخدم ونولي لاعبه الكره في المنتخب الوطني ونمشي لبرا. دولة. اشتخى الدولة في الحلم ديالك؟ اشتخى الدولة في الحلم ديالك؟ ما تتخليكش توصل شي حوايج. كرا شي فيلا، شرا جروفر، صافي. كانيش عنده الأحلام. أنا اسمع حلي، ما عنديش الأحلام مرة الأحلام، مستاحل مستاحل. ما رجع ميوزيسيان، فهمتي؟ معروف هنا يا عالمي ولا غير غير لوكال. بارك عليه، غير لوكال. عندك أمل أنك تحقق الحلم؟ كاين والو، ما عرفت بغيت نقول لك والو أختي، شي خطارة. الحلم ديالي هو إن شاء الله بغيت بلات نعاودو. نعاودو الحلم ديالك. الحلم ديالي هو ان شاء الله شي 100 مليار نديرو بها انا شي ان شاء الله شي مشاريع وكذا، ونصيفط الوالد للحج وهذا المكان. الحلم ديالي كنفكر باغي نعمل شي محل، يعني تريتور يعني كبير في طنجة. الحلم ديالي يكونوا عندي الفلوس. شحال ديال الفلوس؟ شحال ما جاو بغيتهم؟ شحال بالمليون ولا بالملايير؟ ملاير، ما كرهناش شي ملاير. شحال مليار؟ جوج حتى 10 ماشي مشكل. نمشي انا شي مستقبل ديالي، ما عنديش في بالك شي مشروع. شي مشروع عندي شنو؟ خصني نعمل تجاره، كراتي نكون عامل بونت كوميرس، يعني شي تجاره كبيره. انا في الهجره. فين تهاجر؟ اوروبا ان شاء الله. اوروبا ان شاء الله. تهاجر اوروبا؟ واش تهاجر ولا تحرق؟ فحال فحال. واش تمشي تما؟ مستقبل تما.
مثلا المستقبل. ها شنو المستقبل؟ المستقبل تما زاي مثلا. ها مثلا يعني فلوس العاقه كاغي. فلوس شحال كيف غتجيب هاد الفلوس؟ ها كاين بزاف ديال الوسائل باش تجيب فلوس مثلا. ها مثلا موجود كاين مثلا. الله انا قلت ابصابين وصن اوروبا يعني فهمتي. ايوا توصل شحال تمن؟ انا وصلت ما تبدلو الخدمه فين ما جابتها كنخدمو حنايا ما عندناش مشكل فهمت. ابصابين خدم امي تخدم ترجع. لا بدي نرجع نعدل الوريقات باسبور حمار ونجي بحال ترجع بحال. تكون ميسي صافي. علاش نبقى لما تما ملي عندي فلوس؟ اش عبد لك؟ شنو كنحلاه؟ كنحلاه على خانزه فلوس بزنازه اخر طوبي بزنازه المهم تكون مزيونه. البوست اللي خصني يكون وازن قرط. لا الحمد لله انا كنمر بشي حاجه كنتمنى تاينا نكون نتنافس مع هاد الجيل دابا الجينيراسيون دابا اللي كاينه و داكشي ديال الموديل وكذا موديلست باش تولي نورمال وي هذاك ستاندارد اللي تبي تقصر تبقى نورمال وي وما بطاك هذا وي صوي هذا كنت زاوي وي صافي صافي فوتي غادي نبغي الحرب واقل والي تفارا وي. نعم انها المخدرات تاع حاجه والله ما تسحات تاع حاجه سيما بالليل اش مرتي انا عايز جمله مفيده قول لي جمله مفيده عشان افهمك شنو الحلم ديالك سيما واش يساكد الفلوس جبره شحال جبروا يدبروا عليا اي جبروا تجبروا ما درهم بقاش كيتجبر عندك ما تجبر رب استرها معاه رب كنضربوها عمليه حسابيه دابا في عمرك 20 عام يعني شحال جهدك تعيش مثلا نقولوا حنا 70 عام يعني عندك 10 مليون في النهار 10 مليون في الشهر اذا لا 10 مليون في الشهر في العام تجيك 100 مليون اذا في 10 سنين مليار اذا 5 مليار هي 50 عام زائد 20 عام هي 70 عام اذا الحق عندك حل واحد تشري واحد فردي مرخص فيما مشيتي تزدي معك ماشي داك كملتي 70 عام وتسالاو الفلوس كتسيري في راسك كتسالي هاد الروايه كامل عبد الله اي والله صافي كتجيوانيش انا ياك الهنا ونروج لها البلد كلشي يكون مزيان مع راسه شكرا ميرسي بيان. هادو بعض الاحلام ديال الناس احلام متنوعه وكاين اللي باقي دابا ما عارف شنو الحلم ديالو فتمنىكم تشاركوني الاحلام ديالكم في موقعنا تجربه ام ا نلقاو حلقه جديده باي باي.